صحة شريبتكم وربي يتقبل صيامكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديثنا قياس. كنا حكينا شوية في حلقة سابقة من برنامجنا هذايا على الوالدين، ونرجعوا نحكيوا عليهم اليوم بومضة جديدة وموقف آخر. يقول القائل علاش؟ ونجاوب هنا ونقول على خاطر الوالدين مهما حكينا عليهم ما نعطيوهمش حقهم، وعلى خاطر الوالدين بالذات ولينا نحسوا برشا اللي احنا مقصرين في حقهم، وحتى في مسلسلاتنا وافلامنا وبرامجنا ولينا للاسف نشوفوا ونسمعوا في برشا كلام يسيئلهم ويجرحهم ويقدمهم في صوره وكانه اغلب الوالدين ولات هيك طبيعتهم، يا منحرفين يا مهملين صغارهم يا مضيعين عائلاتهم. والصغار ديما هما المظلومين الضايعين الضحايا متاع عباتهم. والكلام هذا مش صحيح، وعمره ما كانت المشاهد هذه اللي عندنا سنين واحنا تتصبلنا كالزيت المحروق في عينينا، عمرها ما كانت المشاهد هذه هي المرآة اللي بالحق تعكس في واقعنا. مش معناها بطبيعة ان الوالدين المنحرفين ما هماش موجودين في مجتمعنا، ولكن زادا ما هماش بالصورة والكثافة والحجم اللي قاعد يتقدم لنا. على خاطر العائلات التونسية بصفة عامة البو فيها يجري على خبزة صغاره باش يقريهم ويربيهم ويعرسلهم بحلال ربي، والأم في عائلاتنا زادة تكبر وتصور وتربي في صغارها وتقتصد وتخبي وتعمر باش تحافظ على عائلتها، ونلقاوها مرأة بالفم والملا في دارها وراجل وسيد الرجال البرة، وهي اللي توجه وتحمي وتنصح في صغارها وتعطيهم دروس كبيرة في الحياة قبل ما تعطيهم الحياة بوجهها وإلا بظهرها. كما في حكايتنا الليلة خلينا نتفرج عليها مع بعضنا ونكملوا بعدها ونرجعوا لحديثنا. فاتورة الحركة متاعي. حركة متاعك؟ يعني تحرك لي بالفلوس؟ ايه ربي سمعنا على الخير. ايه لله مسحان الدار 5000، مسحان الغبرة 2000 فرنك، غسلان الدبش 5000، نشرانة 3000. يعطيك الصحة ما قصرتش. هات هاتك ستيلو اللي كتبت لي بيه، هاتو وتصنتني وسمعني ايش باش نقولك. هيا لله هزيتك في كرشي 9 شهور بلاش، سهرت عليك الليالي وبعت عليك النوم الغالي بلاش، حظيتك وراعيتك لين وصلت لهالطول بلاش، سهرت على مرضك وتعبت عليك بلاش، قريتك علمتك وعيتك
وانا نهز فيك ونرجع لمدرستك بلاش. يا ماما بالله هيزي يا ماما اي قول لي عاد نتحاسبوا توا، تسالني ولا نسالك؟ يومي انا باللي نعمل لك ما نرجع لك شيء من اللي عم تقولي. بالله سامحني يا ماما، بالله بالله الدرس اللي اعطته الام لبنتها كان درس قاسي اما في طريقه، ذكرتها وذكرتنا بيه اللي قداش والدينا تعبوا تعبين فينا، واحنا ساعات نبداو نلوموا عليهم ونطالبوا فيهم بحوايج ما قالش بها ربي، وكي نعملوا لهم حاجه تقولش علينا عملنا عليهم مزيه كبيره، وننساو اللي هذاك واجبنا واللي مهما عملنا للوالدين ومهما قمنا بيهم وقضينا لهم حاجتهم وشفنا شنو اللي ناقصهم وجرينا في حظوظهم ما يجيش وما يخلصش لحظه من لحظات خوفهم علينا وتخمامهم فينا. واذا ما فهمتوش وانتم صغار افهموا اليوم وانتم كبار، افهموا اش معناها كي كانت الام تنحي من فمها وتوكلك وكي تقول لها تعشى قل لك كول انت وانا شبعت، افهموا كي كانت تحرم في روحها من لبسة وخرجة باش انتي تلبس جديد وما تقعدش ناقص قدام اصحابك وانتي ولا على بالك باللي صاير. تذكروا وافهموا كي كانت تبيع صياغتها باش تداويك وتبات للصباح تطلب في ربي باش يشفيك، ولو كانت تلقى تعطيك روحها باش انتي تبرى ما توخرش عليك. تذكر وما تخليش الدنيا والوقت والجاه ينسيك فضل الوالدين متاعك عليك. تذكر روحك يكون جمرة وما كانت كان يدين الوالدين تهزك وتتلها بيك وتتحمل فيك، واليوم كي وليت تبارك الله جمرة وسط الناس ما تنساش اللي جابوك ورباوك وخلاوك تعلى وتزيد، وخليهم في كبرهم نجوم تحرص عليهم وتحاضيهم أكثر من ضوء عينيك، وكيما ونسوك في صغرك ان شاء الله في كبرهم يلقاوك ويتونسوا بيك. حديثنا قياس وفال الليله، نتلاقاو غدوه ليله ان شاء الله في حلقه اخرى وحكايه جديده. صباح الخير وليلتكم زينه.